لأنه فرع من أصل فاسد. الأصل الفاسد هو الانقلاب، فما بني على فساد فهو فساد. بما في ذلك المعيد الانتخابية حتى الانتخابات التشريعية. أسوأ أنواع الفساد السياسي. كيف سوف تسقط؟ لأنه تكون على إرادة الشعب. كيف تسقط الاستبداد؟ بالشعب. مقاطعة كل المواعيد الانتخابية بما فيها الانتخابات التشريعية. لأن كل المواعيد الانتخابية القادمة قلت لك كل ما بني على باطل فهو باطل. والعملية الآن واضحة، اللي هي عملية مكيفة.